بمقبرة سيدي يحيى شيعت اليوم جنازة المجاهد المرحوم الرائد محمد محفوظ بوسماحة المعروف بمحمد برواقية الذي وفته المنية عن عمر نهز 85 عاما. الفقيد كان مجاهدا فذا وعضوا بارزا بالولايات التاريخية الرابعة، وإثر هذا المصاب يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد وكل الأسرة الثورية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ويسكنه فسح جناته. المجاهد الرائد محمد محفوظ بسماحة، المدعو محمد برواقية، مكلل الجبين بما أزداه للوطن من خدمات جليلة وتضحيات جسام، تاركا خلفه معالم شخصية غنية لا تليق إلا بالكبار الذين أودعوا الجزائر كدرة نفيسة في سويداء قلوبهم. ولا يسعنا في هذا المقام الأليم إلا أن نعزي أنفسنا وأسرته الكريمة وأهله وذويه وكل رفاقه المجاهدين بخالص العزاء وجميل المواساة.